زيت زيتون وملح وفلفل وعسل ابيض وقرفه وتوم صحيح بالراس بتاعته اللي عملناه ايه. هنا بيبقى فيه الجزء اللي هو فيه الشعيرات بتاعته واللي بيبقى فوق جواه الطينه. فغسلت الاول راس التوم كويس جدا وجبت السكينه نزعت بيها الجزئيه دي من غير ما اشيل، اسفه، من غير ما اشيل العنقود نفسه، يعني يا دوبك بس بنضف الشعيرات دي والطينه اللي فيها، ودي اتغسلت كويس جدا. تمام. بصل احمر شرايح، بقدونس، عين جمل، زبيب احمر مجفف اللي هو الكرامبيري، وعسل ابيض زي ما قلنا. طب انا هعمل كله مع بعضه، احنا مقسمينهم على اساس لو انتوا عايزين تعملوا كل صنف لوحده يعني، بس انا صراحه هعملهم كلهم مع بعض. فهعمل ايه؟ هحط الكرامبيري او الزبيب الاحمر المجفف مع عين الجمل مع معلقه زيت زيتون، رشه ملح ورشه فلفل. ادي اول ايه، اول خطوه، ودول هحطهم على النار فوق. نمشي مع بعض خطوه خطوه كده، الخطوات بتبقى لطيفه علشان تسهل علينا اهو. كويس. هجيب بوله هحط فيها زيت زيتون على قد الخضار اللي عندي، هحط ملح فلفل قرفة اللي بيحبها، اللي ما بيحبش ما يحطهاش، بقدونس، باقي البقدونس، نص البقدونس هنا ونصه التاني على عين الجمل، وبعدين احط عسل ابيض، واقلب، يبقى ملح وفلفل وقرفة وعسل وزيت. واقلب، هحط بقى التوم وهحط الكروم وهحط القلع والبصل. يا زينة ازيك. الخضار تبلناه، هنحطه بقى على الشواية او في الفرن اللي يريحكم. الدايت او اللايت او يعني اللي هو الخفيف. طبعا التورلي يا جماعه عشان نعمله بطريقه خفيفه ما بحطش خالص لا زيت ولا زبده ولا سمنه للخضار، متبله فيها طعم وريحه الشوي، حاجه رائعه.